وركز على أربع حاجات أساسية. أولا السلم وتنفيذ إنجاز السدود الكبرى، ثانيا العمل على التركيز على الوسائل غير التقليدية في تحديات المياه ومعالجة المياه العالية بالنسبة لمتابعة الإمكانيات المائية، ثالثا ركز كذلك على اقتصاد الماء ودورة تدوير الطلب، وأننا بالنسبة لتحليات المياه الذي سيعرف تطورا ملحوظا في السنوات المقبلة، فتم التركيز على أن ذلك بالنسبة لأكادير، محطة أكادير بحكم أن نسبة مهمة فهي تذهب كذلك إلى سقي المياه، هناك كذلك الشأن بالنسبة لمحطة يلتقى المساهمة في التنمية القارية. مواكبة الجودات الموارد المائية التي اليوم غير عنها السيد الوزير في القطاع الفلاحي، وخاصة بالدوائر السقية من خلال متابعة أهداف المغرب الأخضر، كما تم ذلك نوصل إن شاء الله إلى مليون هكتار في أفق سنة 2030 في هذا الإطار، والعمل كذلك على اعتماد زراعة مقتصدة بالنسبة للآبار، والعمل كذلك على أمر أساسي أننا نقدم وقت المسك كامل بفضل مع التعقيد بالنسبة للإمكانيات المادية المتاحة، وبالنسبة كذلك استغلال هذه الإمكانيات المادية لكي يكون هناك تدبير محكم للمياه في المسك. وضعت ثلاث أولوية وضروري التأكيد على أن بالنسبة لكل محطة تحلية المياه فيتم استعمال أساسا شكرا سيدي الوزير. منصب شغل جديد وإغلاف استثماري يقدر بعشر مليار درهم، وستمكن من تقوية رفع المعاملات بخمسة وعشرين مليار درهم إضافي. ملتقى الحلول هو ملتقى تبادل الخبرات والكفاءات، واستعمال وتطور على آخر التقنيات والتكنولوجيات، وملتقى أيضا المناظرة اللي كنضمنها اليوم على هامش الملتقى الخامس عشر للمكناس، واللي هي الكهم يعني المعرض ديال الفلاحة العالمي، واللي كيجمع 68 دولة و 1400 عارض، فمناظرة حول موضوع جد مهم اللي فيه يعني عوامل ديال الظرفية، وفيه كذلك ما هو استراتيجي حول تنزيل الجيل الأخضر، الاستراتيجية الفلاحية الجديدة اللي أعطى الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة الله ينصره في 2020، واللي كتهم تأسيس سيادة غذائية مستدامة، وهذا الموضوع كيهم يعني بلادنا طبعا، وكيهم المحيط ديالنا اللي هو البحر الأبيض المتوسط وإفريقيا ولكن العالم كذلك. فمناظرة اللي حضروها عدة وزراء من عدة بلدان إفريقيا وأوروبيا، موضوع اللي عندنا عوامل جد مهمة في هذه الظرفية
اللي كيشهد فيها العالم واحد تضخم مهول للمواد الغذائية والفلاحية. فكانت يعني تدخلات ديال الوزراء الحاضرين واللي عبروا على الممارسات الجيدة ديال البلدان، ولكن خصوصا على الالتقائية اللي خصنا نعملوا عليها على الصعيد المحيط القاري والبحر الأبيض المتوسط والعالمي لأجل احتواء ديال هاد الأزمات اللي كتكون كتأثر على القدرة الشرائية ديال المواطنين عبر هذا التضخم. فموضوع السيادة الغذائية فيه عدة جوانب واللي قد كتطرق لها المناظرة. أولا التحكم في ماء السقي وخصوصا في المحيط ديالنا ومع التغيرات المناخية. فكانت مناسبة لعرض التجربة المغربية اللي هي رائدة في هذا الإطار، لا في يعني فيما تحقق في مخطط المغرب الأخضر ولا الأهداف ديال استراتيجية الجيل الأخضر اللي تسبو إلى تحقيق مليون، باش نوصلوا لمليون هكتار اللي يكون سقي بتقنيات التنقيط واستعمال التكنولوجيات الحديثة واللي كتسمح لنا باش غادي يعني تكون إنجازات استثمارات بأقل تكلفة، لأن التكنولوجيا كتزاد القدام وكان إبداعات جديدة. وكذلك فيما يخص تعبئة المياه اللي هي ماشي معتادة كتحلية ماء البحر، واللي عندنا واحد مشروع رائد ديال الشتوكا يتبعها واللي قامت به لجهازته وزارة الفلاحة لسقي 15,000 هكتار، وكذلك البرنامج ولا المشروع الورش ديال الدخلة لإنجاز محيط سقوي 5,000 هكتار واللي شرعنا فيه في هذا الصيف الماضي واللي غادي يكمل بهنا واحد السنة ونصف، واللي غادي يعمل على الطاقة الريحية باش تكون ثمن ديال الماء المياه المحلات تكون أقل تكلفة مقارنة مع استعمال الطاقات الأخرى. محور آخر اللي هو جد مهم هي الأنظمة الزراعية واختيار هذه الأنظمة المنتجة اللي تكون متأقلمة مع قلة الأمطار، اختيار الأنواع ديال الزراعات والمحاصيل وكذلك الأصناف اللي هي مقاومة لندرة المياه وكتكون مرنة يعني ريزيليانت ملي كيكون صدمات ديال الجفاف، موضوع اللي هو في صلب استراتيجية الجيل الأخضر واللي كذلك الممارسات ديال بلدنا كتهم القارة الإفريقية وكتهم كذلك البحر الأبيض المتوسط وكذلك دول العالم بحال بريطانيا بحال ألمانيا بحال هولندا اللي عبروا على ذاك الشيء هذا الصباح هذا. وطبعا هذه الظرفية الأخيرة بينتنا بأن التضخم اللي شهدته العالم اليوم وصل القطاع الفلاحي وخصوصا في ما يخص الكلفة ديال الإنتاج. وإذا هذا الموضوع هذا كان كذلك موضوع ديال نقاش وديال تقديم عدة يعني عدة تجارب وعدة برامج، وبلادنا يعني سايرة في هذا يعني الموضوع ديال التوزيع وديال التسويق والقنوات ديال التخزين كذلك، لأن إرساء سيادة غذائية كيقتضي كذلك الموضوع ديال السيادة ديال الاحتياط الاستراتيجي للمواد الغذائية، وهذا راه جاء في التوجيهات الملكية السامية واللي كذلك عدة بلدان اللي كانت حاضرة عندها تجربة وكانت نقاش حول هذا الموضوع. شكرا. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في العشان يوتيوب، بارتاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.